لما بنيجي نبص على الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا هنلاقي نفسنا بنسأل كام سؤال منطقي كده. أهمهم هو ليه عم بوتين مكمل في حوار غزو أوكرانيا ولا فارق معاه عقوبات ولا تهديدات ولا دول أوروبية ولا الأمريكان ومش مدي أي اهتمام للزعماء الأوروبيين. والموضوع ده بجد على فكرة لدرجة إن آخر لقاء عمله الرئيس الروسي بوتين مع الرئيس الفرنسي ماكرون في نهاية المؤتمر الصحفي بوتين سابه ومشي وخلى بوتين يجري وراه زي ما أنت هتشوف كده. يا ريت جت على ماكرون لوحده، ده الموضوع حتى وصل للمستشار الالماني اولاند اللي هو الراجل الجديد ده، عمل معاه نفس الحركه وفي نهايه المؤتمر الصحفي سابه برده ومشي وخلاه يجري وراه ناحيه الباب زي ما انت هتشوف كده. الموضوع هنا مش مجرد ضد البروتوكول المعروف عليه، دي اهانه لاكبر زعماء لاكبر دولتين في اوروبا كلها، فرنسا والمانيا. وهنا منطقي كده، هو اللي بيحصل ده عادي؟ يعني اللي بيحصل في دولتين بالحجم ده عادي كده؟ فرنسا صاحبه اقوى جيش في اوروبا والمانيا صاحبه اقوى اقتصاد في اوروبا كلها، تعمل فيهم كده؟ هو ماسك عليكم زله يا جماعه؟ هو الحقيقه يعتبر بوتين ماسك زله على فرنسا والمانيا وكل دول اوروبا الا وهي الغاز الطبيعي، الحبل اللي من حرير اللي من خلاله روسيا لفه رقبه اوروبا كلها ومش عارفه تعمل معاها حاجه. اهم مصدر للطاقه بتعتمد عليه اوروبا حاليا ومفيش اي بديل تاني او حتى دول تانيه ممكن تعتمد عليها وتقدر تستغنى عن الغاز الروسي. وبالنسبه لروسيا ما عندهاش اي مشاكل انها تبعت فوائد الغاز الضخمه اللي عندها في مواسير لاوروبا. المشكله الوحيده عند الاوروبيين والامريكان انك ببساطه ما عندكش اكتفاء ذاتي او حتى عندك اي مصدر تاني يخليك تتخلى عن الغاز الروسي اللي بالتبعيه بدا يسيطر عليك وعلى قراراتك. وازاي ملف الغاز اللي بيروح لاوروبا بيأثر على الملف الاوكراني واللي بيحصل في اوكرانيا حاليا، وازاي كمان له تاثير على اسعار النفط اللي عماله تنط في السماء وما نزلتش لحد دلوقتي. خلينا النهارده نتعمق اكتر في ملف غاز اوروبا الروسي، وازاي اوروبا متكتفه ومش عارفه تعمل اي حاجه في حوار اوكرانيا وجنبها امريكا اللي برضه مش عارفه تعمل لها اي حاجه. وهل احنا كمصر ودول شمال افريقيا ممكن نحل الازمه دي والحل يكون على ايدينا؟ وده اللي هنعرفه في حلقه النهارده باذن الله. فمش هسيق لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي. وحابين نقول الحلقه دي برعايه منصه ايفست للتداول اللي بتدي فرصه للمتداولين والمستثمرين ان هم يتداولوا على اسهم شركات زي تسلا وامازون وغيرها، او حتى تداول على سلع زي النفط والذهب والفضه وبالذات النفط اليومين دول، وحتى العملات الاجنبيه والرقميه زي البيتكوين. ولو سجلت دلوقتي هتاخد بونص 50% على اول ايداع من الروابط اللي موجوده تحت سواء في الديسكربشن او في اول تعليق لو موجود على فيسبوك. انا محمد خالد رائد جار انجليزي، وقهوتك وحصاني. قبل بس ما نبتدي الحلقه حابب اشكركم شكر بسيط كده على حاجه لسه واصله لي من قريب. ثواني هجيبها لكم. يعني حقيقه انا مش عارف اقول ايه بجد والله، يعني لسه جاي لي من حوالي اسبوع كده، مش عارف اقول ايه بجد والله. متشكر جدا، واحنا عندنا قناتين مش قناه واحده، وده هبقى اقول لكم عليه بعدين، بس متشكرين جدا والله. لما بنيجي نبص على الاحداث الحاليه هنلاقي ان مفيش دوله في العالم بتتحكم في الاحداث الجاريه قد روسيا. كل تصريح والتاني بيخرج من الكرملين بيبقى ليه توابع اقتصاديه تقيله مش هينه، زي اخر تصريح من روسيا بخصوص سحب القوات من على الحدود مع اوكرانيا. التصريح اللي كان له توابع اقتصاديه كبيره على البورصات الامريكيه والعالميه وحتى اسعار النفط اللي يا دوب نزل بعدها، بس يعني وقت تصوير الحلقه دي نط تاني، يعني داخل دلوقتي في 96. ايوه خام برنت واصل 96، ارقام مهوله. ولكن مع كل التوابع الاقتصاديه دي الانسحاب ده يعتبر انسحاب وهمي. وخلينا نشرح اكتر يعني ايه وهمي. لان ببساطه روسيا ما سحبتش قوات، روسيا سحبت افراد من غير معداتها، يعني المعدات لسه موجود عادي بس انا حركت كام ظابط من هناك لهنا. والامريكان لما جم يفحصوا صور القمر الصناعي لقوا ان القوات دي ممكن ترجع في اسرع وقت، يعني ممكن في يوم ترجع مكانها تاني وممكن اكتر كمان. احنا نروح بعيد ليه؟ ما الكلام ده كان لسه حاصل من حوالي شهر، برضه سحبوا القوات وجابوا اصحابهم وجم، ومع الانسحاب الوهمي ده برضه كان له توابع اقتصاديه مش هينه. وده يدينا صوره بسيطه كده عن تحكم روسيا في الاحداث دلوقتي عامل ازاي، وده يرجع لسبب ان الغرب هو اللي محتاج لروسيا مش العكس. واكبر تجلي للاحتياج ده وهو ملف الغاز الطبيعي، الشيء اللي استحاله تستغنى عنه الدول الاوروبيه حاليا، اللي يعتبر التجلي للتحكم الروسي في الدول الاوروبيه وقراراتها. بس يا عم محمد انا شايفك بتبالغ شويه، يعني للدرجه دي الدول الاوروبيه مسلمه رقبتها لروسيا؟ يعني اكيد شيء مش منطقي يعني. وهنا نرجع لاحصائيه مهمه جدا بتبين لنا مدى اعتماد اوروبا على الغاز اللي بيجي من روسيا لوحدها، وهي الاحصائيه اللي طالعه قدامك دي، واللي بتقول ان حوالي 40% من اجمالي الغاز اللي بتستهلكه اوروبا كلها جاي لوحده من روسيا، والنسبه دي بتختلف من دوله لدوله زي ما هنشوف دلوقتي ترتيب الدول اللي بتعتمد على الغاز الروسي. ونبدا من الاقل الاعتماد ولحد اكبر دول الاعتماد على الغاز الروسي، ونبدا ببلجيكا اللي بتعتمد بس على 6.5% من احتياج الغاز الطبيعي منها. تيجي بعدها بريطانيا اللي بتعتمد بنسبه 6.7% من امدادات الغاز الروسي. تيجي بعدها البرتغال بنسبه 9.7%. تيجي بعدها اسبانيا 10.4%. السويد 12.7%. فرنسا 16.8% اعتماد على الغاز الروسي. هولندا 26.9%. اليونان 39%. ليتوانيا 41.8%. ايطاليا
43.3%، رومانيا 44.8%، بولندا 54.9%، المانيا 65.2%. ويا ريت نركز مع المانيا لان ليها قصه يعني كبيره ومحور الاحداث بيدور على المانيا لوحدها، فافتكر معايا الرقم ده كويس. تيجي بعدها صربيا 69%، وبعدها بلغاريا بنسبه 75.2%، وبعدها سلوفاكيا بنسبه 85.2%. ونيجي بعد كده لاصحاب مجاميع الثانويه العامه بقى زي المجر اللي بتعتمد على روسيا بنسبه 95% امدادات من الغاز اللي هي بتستهلكه. تيجي بعدها جمهوريه مالدوفا اللي بتعتمد على 100% من اعتمادها من الغاز الطبيعي من روسيا بس. لا ركز معايا كده، احنا بنقول 100% يعني ما تاخدش من اي مصدر تاني غير من روسيا اللي جنبها. ونيجي بعد كده للاتفيا وجمهوريه التشيك اللي برضو بيعتمدوا بنسبه 100%. اظن انت بنفسك كده شفت مدى اعتماد الدول الاوروبيه على الغاز الطبيعي الروسي بس، لدرجه ان مفيش دوله في اوروبا محققه اكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي، وحتى الدول اللي بتعتمد بشكل قليل جدا على الغاز الروسي زي بريطانيا مثلا مش بتعتمد لانها عندها موارد طبيعيه لا سمح الله، لانها بتعتمد على صادرات الغاز المسال اللي بتجينها من امريكا، اكبر مصدر للغاز المسال في العالم تقريبا لحد دلوقتي. وده اللي بيخلي الدول الاوروبيه موقفها يختلف من دوله لدوله. يعني مثلا عندك انجلترا واسبانيا والبرتغال ما عندهمش اي مشكله ان هم ينفصلوا عن الغاز الطبيعي وهيعرفوا يكفوا نفسهم بشحنات الغاز المسال. يا سيدي ده حتى فرنسا تقدر تتعامل شويه، يعني ممكن تميل على الجزائر كده تاخد منها كام شحنه غاز طبيعي يعني ها تظبط الدنيا. والدول دي هي اللي بتدعم حاليا موقف امريكا مع اوكرانيا، وده تقريبا حال اغلب الدول بتاع الغرب الاوروبي الا دوله واحده او دولتين هي المانيا بالذات. المانيا قلب اوروبا النابض، اكبر دوله صناعيه في القاره، والصناعه بتاعتها كلها بتعتمد على امدادات الغاز الطبيعي تقريبا اللي بتيجي من روسيا بس. احنا قلنا كام؟ 65.2% تقريبا. طب عم محمد هو سؤال بس، هو مفيش اي بدائل للغاز الطبيعي؟ يعني مفيش بترول؟ مفيش طاقه رياح؟ هي مش برضو اوروبا دي بتعتمد على طاقه رياح؟ مفيش طاقه نوويه؟ انا عاجبني ان انت سالت السؤال ده، لان بالنسبه للبترول طبعا اوروبا مش هينفع تعتمد عليه بسبب حوار الاحتباس الحراري، لان في دول كتير بتعيط من حوار الاحتباس الحراري زي سويسرا مثلا، الثلج هناك بدا يسيح وهم بداوا يصوتوا بسبب الحوار ده. غير كده ان البنيه التحتيه بتاعتهم مجهزه للغاز الطبيعي اكتر، فمش عايزين نزود اكتر اعتماد على البترول. اما بالنسبه للطاقه النوويه فالموضوع ده بيبقى فيه قلق، انك مش هينفع تزود اعتمادك كبير على الطاقه النوويه، بل بالعكس في اوروبا وفي العالم كله الاعتماد على الطاقه النوويه بيقل. يعني لو جيت تبص لعدد المفاعلات النوويه اللي كان موجود في اليابان من حوالي 12 سنه او 15 سنه كان حوالي اكتر من 50 مفاعل، دلوقتي حوالي 6 او 7، كل دول اتقفلوا. حادثه فوكوشيما كان ليها تاثير كبير يعني. اما بالنسبه لطاقه الرياح فمهما كانت الطاقه الطبيعيه او الرياح او الطاقه الشمسيه او حتى الجداول المائيه فمش هتقدر توفي احتياج اوروبا الضخمه من الطاقه مهما كان، فمفيش حل قصاد الاوروبيين احسن وانسب واسهل من الغاز الطبيعي. ومع كل ده ومع كل النسب اللي احنا قلناها دي، اوروبا لسه ما زال عندها مشكله وازمه كبيره جدا في الطاقه، لان الاحتياج بيزيد والطلب على الطاقه بيزيد، ولان مفيش دوله في العالم تقدر تكفي الاحتياج الشره لاوروبا من الغاز الطبيعي غير روسيا بس اللي عندها فوائد من الغاز الطبيعي والابار ضخمه جدا. والفكره هنا ان في مناطق لسه ما تمش اكتشافها، مناطق زي سيبيريا دي لو واحد بس دعب شويه، بس الجو ساقع هناك، لو واحد دعب شويه هيلاقي بلاوي. وعشان اوروبا والمانيا بالذات تقدر تكفي الاحتياج ده بتاعها من الغاز الطبيعي، ظهر مشروع نورد ستريم 2 او خط السلس الشمالي 2. نورد ستريم 2 هو خط انابيب بطول 1200 كيلومتر بيمتد من اول سان بيترسبرغ في روسيا وبينتهي لحد لومبن في المانيا، واللي بيمر من خلال اعماق بحر البلطيق. نورد ستريم 2 يعتبر الحل المثالي لازمه الطاقه للغاز الطبيعي اللي موجوده في اوروبا حاليا، واللي هيوفر طاقه حسب تقديرات البي بي سي ل 26 مليون اسره اوروبيه، واللي وصلت تكلفته ل 10 مليار دولار، واللي بدا التنفيذ فيه في 2011 وتم خلاص يعني وجهز للتشغيل الايام دي، واللي هيقدر يضخ سنويا 110 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وده ما يعادل ثلث احتياج اوروبا من الغاز الطبيعي في خط واحد بس، لان نورد ستريم 2 مكمل لخط نورد ستريم 1 والشبكات الارضيه للغاز الطبيعي اللي بتمر من روسيا وعلى اراضي زي اوكرانيا وبولندا وبتوصل لاوروبا. ولكن السير الشمالي 2 فيه كذا ميزه، غير ان هو حديث والاستيعاب بتاعه اكبر واسهل بكتير واكيد امن، ولان كمان الشبكات الارضيه للغاز الطبيعي اللي تمتد على اوكرانيا وبولندا الشبكات دي بقت قديمه، غير كده ان الدولتين دول بيفرضوا رسوم عاليه جدا لمجرد عبور الانابيب دي على اراضيهم مش اكتر. الخط ده يعتبر ممتاز، ولكن ممتاز بالنسبه للروس اكتر من الاوروبيين والامريكان. ليه بقى؟ المشروع ده هو الحل الاساسي لاوروبا ان هي تكفي احتياجاتها من الطاقه وكمان تخطط للاستهلاك اللي هيزيد في المستقبل. واكتر دوله متبنيه المشروع ده ومنتظراه يشتغل بفارغ الصبر هي المانيا، اللي بتدعم المشروع بشكل ضخم ومستنيه يشتغل بفارغ الصبر. ولكن مفيش حاجه ببلاش، انت زي ما هتحل المشكله بتاعت الطاقه هتخلق مشكله جديده تماما، الا وهي ازدياد وقوه النفوذ الروسي، لان كده حرفيا روسيا هي اللي بتمشي اوروبا. ولحد دلوقتي المشروع ده يعتبر تم اكماله تماما، ولكن ما اشتغلش لحد دلوقتي بسبب مشاكل سياسيه كبيره، زي ان في دول معارضه للمشروع
جملة وتفصيلا زي أمريكا وبريطانيا ومعها دول زي أوكرانيا وبولندا اللي هيخسروا فلوس الرسوم اللي بتعدي عليها خطوط الأنابيب الأرضية على أرضهم. ولكن الموضوع أكبر من مجرد رسوم، إحنا زي ما قلنا إحنا عندنا مشكلة هنا مع النفوذ الروسي لأنه هنا هيبقى معاه سلاح سياسي خطير. وخلينا ندي مثال على اللي حصل في 2006. في الفترة دي روسيا كانت عندها مشاكل مادية مع أوكرانيا، خناقة على فلوس بين الاتنين يعني، وروسيا بمنتهى البساطة قفلت المحبس. وفي الوقت ده حصلت أزمة كبيرة في الطاقة في دول وسط وشرق أوروبا بسبب إن روسيا بس قفلت المحبس. تخيل بقى في المستقبل لما المشروع ده يشتغل وحجم الاحتياج والاعتماد لأوروبا على روسيا يزيد أكتر، روسيا ممكن تعمل إيه؟ وده أكتر شيء مخوف الإدارة الأمريكية حاليا، بالذات مشروع نورد ستريم 2 ده. ولكن تعرف عشان بايدن مش جامد في كلمته قوي، طلع في فبراير اللي هو في الشهر ده يعني، قال إن لو روسيا غزت أوكرانيا مشروع نورد ستريم 2 ده مش هيشتغل. ولكن مع ذلك الإدارة الألمانية ما أكدتش على التصريح ده من الإدارة الأمريكية أو من جو بايدن. أصل أنت حط نفسك مكان ألمانيا، أنت دلوقتي ماسك دولة فيها أكتر من 30 مليون مواطن ممكن يعانوا من نقص الطاقة وإمدادات الوقود. أنا بالنسبة لي حوار أوكرانيا ده مش مهم قوي، ما كمع كل واحد وخليه في داره بقى فيه إيه. وبوتين عارف الكلام ده كويس جدا جدا لأنه قدر خلاص يمسك الأوروبيين من الحتة اللي بتوجعهم من الترمس. وحوار انسحاب ألمانيا من دعم أوكرانيا ده باين على الأرض، لدرجة إن في آخر لقاء صحفي بين الرئيس الأوكراني زينيلسكي وبين المستشار الألماني أولاند قالوا على بلاطة كده، قال بقول لك يا اسطى هو السلاح بتاع ألمانيا فين؟ يعني الدول الأوروبية كلها بعتت سلاح، ولا مؤاخذة أنا مش عايز أكون تقيل يعني، بس ألمانيا أقوى دولة فيكم ما بعتتش سلاح، بعت لي شوية لبس وشوية خوذ، إيه الكلام ده؟ يعني عيب والله. وقيس على كده دول أوروبية كتير، عندك زي بولندا اللي بتعتمد بشكل كبير، ده غير طبعا دول شرق أوروبا اللي بتعتمد بنسبة 100% زي ما قلنا، إحنا بس مركزين على ألمانيا لأنها قوة أوروبية ضخمة. طب محمد معلش يعني هو مفيش أي بديل؟ يعني مفيش أي دولة تقدر تيجي مكان روسيا؟ ما عندك دول تانية زي أمريكا، ما أنت بتقول لي أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فهم متمرسين في الموضوع ده أكيد. هديك مثال بسيط نفهم بيه مع بعض. يا ترى إيه أسهل لك، إن يجي لك 15 جريك المية في اليوم، ولا يكون عندك ماسورة وحنفية تفتح منها تنزل مية على طول؟ هو بالظبط نفس المثال ده. تكلفة الغاز المسال تكلفة كبيرة جدا، لأن أنت تاخد الغاز وبتسيله في مصانع إسالة وبعد كده تشحنه على ناقلات كبيرة جدا. لكن بالنسبة لمواسير الغاز، افتح المحبس يجيلك غاز. نعم بيبقى ليها تكلفة كبيرة، بس ده بيبقى مبدئيا في الأول بس. فبالنسبة لأمريكا مش هتقدر توفي الاحتياج الضخم لأوروبا لوحدها بالغاز المسال، استحالة. ويا ريت ما تقولش ليه نمد خط أنابيب من أمريكا لحد بلاش هعبر المحيط كله بخط أنابيب، لا دي هتبقى تكلفة خزعبلية أصلا يعني، ده حوار تاني. طب محمد واحنا ممكن احنا نصدر غاز لأوروبا؟ والله هو ممكن، بالذات لان المسافه ما بيننا وبين اوروبا صغيره مش كبيره. على الناحيه الثانيه مصر عندها احتياطات من الغاز الطبيعي بدات تزيد وبدات تكتر، ولسه في اكتشافات جايه مستقبليا كمان باذن الله يعني. ولو انت مش واخد بالك احنا في مصر مكتفيين ذاتيا من الغاز الطبيعي، ما بنستوردش اي غاز طبيعي، بل بالعكس احنا بنصدر شحنات غاز مسال كتيره جدا، وان شاء الله على 2023 هنكون اكتفينا تماما من كمان صادرات البترول ومش هنستورد اي صادرات بترول. شكل منطقه خليج السويس دي هيحصل فيها حاجات كتير باذن الله يعني. وبالنسبه لصادرات الغاز المسال المصريه فبتزيد كل شهر على الثاني بنسبه كبيره جدا. تمام ما حلو قوي اهو، فين المشكله بقى؟ طب ما يلا بينا. والله صديقي هو كان نفسي والله، بس الموضوع مش بالسهوله دي يعني، احنا محتاجين اتفاقيات وعقود وشراكات وتحالفات سياسيه. والمنتدى غاز الشرق المتوسط ده بيعمل ايه مثلا؟ غير كده ان التكلفه برضو هتبقى عاليه جدا يعني، احنا بنتكلم في تقريبا مسافه 2000 كيلومتر في البحر بس بالمية، ده غير اللي هيمتد في الارض في اوروبا. وارجعك تاني واقول لك ان خط نورد ستريم 2 اللي 1200 كيلومتر بس كلف 10 مليار دولار، فمين مستعد بقى يستحمل التكلفه الكبيره دي؟ مين هيدفع من الاخر؟ طب محمد كده معناته ايه؟ هنسيب المصلحه تطير من ايدينا يعني؟ احنا حاليا شغالين على موضوع الغاز المسال وشحناته اللي بنودي منها شحنات كتيره جدا، ومنها طبعا اوروبا، لان الغاز المسال بالنسبه لاوروبا حاليا هو يعتبر حل يعني نوعا ما ممكن تقولي مؤقت ولكنه فعال، لان حاليا بتعتمد على شحنات الغاز المسال اللي بتيجي مثلا من مصر والجزائر والمغرب وعندك قطر طبعا واكيد امريكا. ولكن مع كل الشحنات دي برضو مش هنعرف نكفي الاحتياطات بتاعت الغاز الروسي، لانه بس مش احتياطي كبير، لا ده طريقه النقل بتاعته سهله وبسيطه وبتوصل اسرع. وهنا احنا نقدر نقول ان اوروبا في موقف ضعف اكتر كمان من الروس اللي بيهددوا بحصارها. مع افتراض ان انت هتنزل عقوبات على روسيا يا سيدي، الموضوع بالنسبه للروس مش هيبقى ازمه قوي، لان الاقتصاد الروسي اصلا مبني على الازمات والاختناقات، دي مش اول مره يعملوا كده، بل بالعكس هتلاقي في وسط الازمات اللي كانوا بيمروا فيها يعني، كان عليهم ازمات من اول 2014 والاقتصاد كان بينمو برضه. فالمتضرر الاكبر هنا المفروض يكون هو اوروبا اللي مش هتعرف تاخد غاز من روسيا، واللي هيكون في خلل كبير جدا في العرض والطلب العالمي، واسعار هتطلع واسعار هتبقى في بلاوي. ولكن مع ذلك هتلاقي ان في دول اوروبيه لسه بتدعم اوكرانيا بالسلاح ونسبه كبيره. اي نعم هو سلاح غربي، وان المعماريه اللي متعودين عليها الاوكران هي سلاح روسي وشتان الفرق ما بين الاثنين، احنا بس اللي بنعرف نتعامل مع الاثنين يعني، لو الناس مسلح في الاخر يعني. ولكن ده مش عشان حبابي عنين اوكرانيا مثلا، لا هم خايفين ان لو اوكرانيا وقعت هي مش هتكون لوحدها، هي هتكون مجرد البدايه وهتفتح على اوروبا كلها، وده اقصى شيء يقدروا يعملوه، لان اوكرانيا استحاله تنضم لحلف الناتو زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، لان حلف الناتو ما عندوش استعداد يخش براسه كلها في الدب الروسي علشان خاطر اوكرانيا، لان اكيد روسيا مش هتسكت على حاجه زي كده. طب ما بالمنظر ده محمد هي كده مقفله زي الدومنا، ايه الحل؟ والحل هنا هي ضمانات يعترف بيها حلف الناتو ان اوكرانيا مش هتنضم تماما للحلف وهتفضل منطقه حلف.
الاتحاد، وده شيء مش هيعجب الامريكان خالص، لان هم كده بيدوا اعتراف رسمي لروسيا بسياده روسيا على مناطق الاتحاد السوفيتي القديمه زي اوكرانيا مثلا، وده اللي هيزود النفوذ الروسي اكبر. طب الامريكان يعني ما عندهمش خطه بديله مثلا؟ حاليا الاداره الامريكيه ما عندهاش كلمه واحده، لو روسيا دخلت اوكرانيا هنفرض عقوبات بالكون، ولكن مع ذلك الروس مش فارق معاهم، والعالم كله عمال يتفرج على توابع ضعف الاداره الامريكيه قصاد الروس، وده اللي ادى جراءه للصين اللي هي طلعت تصريح غريب جدا، لا بجد غريب جدا جدا، هو ان الصين هتدعم الارجنتين دبلوماسيا وسياسيا لاستعاده سيطرتها على جزر فوكلاند. جزر فوكلاند هي مجموعه من الجزر قريبه من الارجنتين، وكان عليها خناقه زمان ما بينها وبين بريطانيا، واللي قدرت بريطانيا تستحوذ عليها عسكريا وتسيطر عليها، والكلام ده كان بقاله اكتر من 30 سنه. تيجي دلوقتي الصين تعلن علنيا ان هي هتدعم الارجنتين دبلوماسيا وسياسيا لاستعاده سيطره الارجنتين على سياده الاراضي دي، وهنا سؤالين منطقيين جدا، ليه دلوقتي والصين هتستفيد من حاجه زي كده؟ والاجابه هنا هتكون تحليل شخصي، يعني حاجه كده بالمنطق اجتهادي، يعني حاجه على قد. اشمعنى دلوقتي؟ لان دلوقتي ببساطه هو اكتر وقت الاداره الامريكيه فيه ضعيفه، وهي اصلا ملهيه بحوار اوكرانيا فمش مركزه مع حاجه تانية. ما هو لما العجل بيقع بيكتر سكاكينه، والصينيين بيراقبوا ومنتظرين لحظه الضعف دي من سنين. ودي اجابه السؤال الاول. السؤال الثاني بقى، هي الصين هتستفيد ايه من حاجه زي كده؟ وده برضو من وجهه نظري الشخصيه، عشان تحلل تحركات اي طرف لازم تشوف الدوافع بتاعته وهو بيهدف لايه. جزر فوكلاند موقعها استراتيجي جدا في المحيط الاطلسي، واللي ممكن تكون ميناء حيوي مهم جدا، وطالما قلنا موقع استراتيجي وميناء وحيوي يبقى اكيد قصدنا على طريق الحرير الصيني، المشروع الكبير اللي بتحاول تعمله الصين، واللي هيكون اكبر مشروع بنيه تحتيه في التاريخ، واللي بيربط قارات العالم القديم كلها ببعض. وخلينا نفترض افتراض مستقبلي كده، والافتراض ده هو ان الصين قدرت تدعم الارجنتين في السياده على اراضي فوكلاند، وان فعلا الموضوع ده اتحقق والارجنتين فعلا قدرت ترجع سيادتها على اراضيها. وهنا نقول مبروك للصين، لان هي كده ضمت قاره جديده لمشروع طريق الحرير الصيني، والقاره دي هي امريكا اللاتينيه بخيراتها كلها. يا عم محمد، هي جزيره صغيره في البحر المرميه ناحيه القطب الجنوبي، هي اللي هتعمل كل ده يعني؟ صدقني مفيش اهم من الجزر في المشروع ده كله. يعني عندك مثال جزيره سريلانكا مثلا، ودي ممكن نتكلم فيها في حلقه لوحدها لموضوع طريق الحرير. لو حابين نعمل فيديو مخصوص هنا على القناه لطريق الحرير يا ريت تقولولنا في الكومنتات، لان انا كنت بفكر اعمل فيديو صغير كده 4-5 دقايق احطه على صفحه الفيسبوك. فلو حابين نعمل فيديو مفصل شبه ده كده عن طريق الحرير وشويه ملفات ثانيه جنبه كده، يا ريت تقولولنا في الكومنتات او تدونا لايك. يعني لو مكسل تعمل كومنت اعمل لايك على الفيديو ده وخلاص. ونرجع بقى لاوروبا وازمتها مع الغاز الروسي، ولحد دلوقتي القاره الاوروبيه مقسومه نصين، النص الاول بيدعم التخلي عن الغاز الروسي، واللي هيعرفوا يصرفوا نفسهم بالغاز المسال اللي هيجي من قطر واللي هيجي من امريكا واللي هيجي من دول شمال افريقيا، والنص الثاني اللي رافض تماما التخلي عن الغاز الروسي لانه هو ما عندوش اي بدائل ثانيه. النص المتمثل في المانيا وبولندا ودول شرق ووسط اوروبا اللي معتمده بشكل كبير جدا على الغاز الروسي، الا لم يكن معتمده بشكل 100% زي ما دول قلناها في اول الحلقه، والدول دي ما عندهاش استعداد ان هي تستغنى عن الامدادات الكبيره دي مقابل ان حوار اوكرانيا يتم يعني. ولحد ما نشوف الاحداث هترسى على ايه، والاوروبيين ناويين نعمل ايه، والامريكان هيتصرفوا ازاي، والروس هيعملوا ايه تاني، وهل ممكن في يوم من الايام نشوف خط غاز مصري طالع ورايح اوروبا ونحل احنا محل الروس؟ اتمنى هذا يعني. مش هنسيك لايك سبسكرايب اشتراك، يعني الحاجات الحلوه اللي بتدعمنا دي، وحابب اشكركم جدا على الحوار ده على اليوتيوب ده، مش مصدق لحد دلوقتي والله. ولو ليك في التداول والاستثمار فشركه ايفيس هتديك 50% بونص على اول ايداع تعمله هناك لو سجلت من الروابط اللي موجوده تحت، سواء في الديسكربشن او في اول تعليق لو انت على فيسبوك. وبس كده، سلام.